رئيس اللجنة الشعبية البلدية الملاحة عفوا. أنتم سياسي البلاي بلاية وسيد رئيس اللجنة الشعبية البلاية أكرمكم لأجل صورة بحق الكريم العظائم المتميز بالرحمن وغير المعروف. ألف ألف مبروك للطائف مع تحياتنا لك بالتوفيق والسداد في حياتي وغير المعروف. سيد رئيس اللجنة الشعبية البلدية الملاحة عفوا. أنتم سياسي البلاية بلاية وسيد رئيس اللجنة الشعبية البلاية أكرمكم لأجل صورة بحق الكريم العظائم المتميز بالرحمن وغير المعروف. ألف ألف مبروك للطائف إذا متابعينا الكرام، لعلكم شاهدتم هذا المقطع بالفعل الذي انتشر قبل أيام قليلة فقط لجزائري وهو يسجد ويقبل الأرجل ديال مسؤولين من النظام الجزائري في مشهد مهين، في مشهد كارثي، في مشهد مصيبة كحلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وفي مشهد كذلك متابعينا الكرام يعبر عن الواقع ديال الجزائريين اللي صدعوا لنا راسنا بالني في المخنن، وحنا ما نركعوش، وحنا ما نسجدوش، وحنا ما نقبلوش الايادي، وما عرفت شنو من هاد الخزعبلات. هنا يتضح متابعينا الكرام مجددا بالدليل والحجة والبرهان على ان كاع تلك الامور اللي كيحاولوا يلصقونا او يلصقوها لينا احنا المغاربة هي فيهم بطبعهم. كيجيو كيسبونا بالدعارة، كتلقى الدعارة دايرة حالة في حضيرة الجزائر، بل الدعارة في الجزائر مقننة من طرف الدولة حتى داخل المؤسسة العسكرية بنظام أنيطة المعروف. كيسبونا بتقبيل الأيادي وكتركعوا نتوما عبيد وما إلى ذلك. وخرج لكم فيديو مهين، فيديو كارثي بكل ما تحمل الكلمة من المعنى لمواطن جزائري قبل اليد ديال المسؤولين، قبل لهم الراس وسجد ليقبل لهم الأرجل ديالهم. في نهاية المطاف متابعينا الكرام، هذا هو الواقع ديال الجزائريين، هذا هو الواقع اللي عايشين فيه الجزائريين، واللي كيحاولوا أنهم يلصقوا لنا هذا الواقع ديالهم، في المقابل كيحاولوا يسرقوا منا تلك الأمور اللي هي متعلقة بالهوية ديالنا والثقافة ديالنا وما إلى ذلك من هذا الأمور. فالجزائري والبوصلي متابعينا الكرام عايش مذلول بكل ما تحمل الكلمة من معنى في حضارة الجزائر، لا من ناحية المعيشة، أبسط الأمور خصو يدير عليها الصف ويتقاتل عليها ويوقف عليها نهار كامل باش يلا توصلوا النوبة، باش أنه ياخذ حقه خصو يسجد ويركع لشنقريحة وعم جيت حشكم المسؤولين ديال نظام حضارة الجزائر. واللي كيضحكني في هادشي كامل أن البصبعي كيخرج لموقع التواصل الاجتماعي وكيحاول يدير فيها أنه رجل وأنه النيف المخنن وأنهم لا يركعون ولا يسجدون ولا يقبلون الأيادي وهذا الشعارات كلها، مع العلم أن شفناه مع عباد الله كيقبلوا الايادي ديال رؤساء فرنسا. الرئيس الفرنسي كيجي عندهم كيبوسوا له يديه وكيعانقوه وكيتوصلوا اليه انهم يعطيوهم انه يعطيهم الفيزا باش يهربوا من حضيره الجزائر ويمشيوا لفرنسا. فرنسا اللي من المفترض انها المستعمره السابق ديالهم، اللي من المفترض انها قتلتهم واغتصباتهم ودارت فيهم الحاله، مع ذلك فاش كيجي الرئيس الفرنسي لحضيره الجزائر كيقبلوا ليه اليد ديالو، وان جاءت الفرصه غادي يقبلوا ليه الرجل ديالو تماما، كما راينا في هذا المنظر الكارثي المذل المهين ديال هذا المواطن الجزائري وهو يقبل الرجل ديال احد المسؤولين في نظام حضيره الجزائر. فعيتم تصدعوا لنا راسنا يا البصوعيين بانكم عابد وبانكم تركعون للملك والهضره خاويه، الهضره خاويه بطبيعه الحال. في نهايه المطاف جيتوا نتوما بهذا المنظر الكارثي، مع العلم سبقت هذا المنظر او هذا المشهد او هذا الفيديو فيديوهات اخرى كارثيه، وكما ذكرت لكم ابرزه تلك او ذلك المشهد ديال تقبيل اليد ديال الرئيس الفرنسي، والفيديوهات ما زالت موجوده وما زلت محتفظا بها في
الحاسوب ديالي حتى وان تم حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي ولا من اليوتيوب، غادي تبقى عندنا محتفظين بها باش نذكركم بها في كل مره تماما، كما غادي نحتفظوا بهذا الفيديو باش في كل مره تفتحوا فيها فمكم غادي نذكركم بالواقع ديالكم وبالذل اللي انتم عايشين فيه وبالحقاره اللي انتم عايشين فيها، واللي ما تقدروش على انكم تخرجوا على هذا الواقع اللي انتم عايشين فيه مع نظام حضارات الجزائر. فالنظام الجزائري ردكم فحال البهايم ديالو، ردكم اغبياء، ردكم يعني البشر بدون أدمغة بدون عقول، ما قادرينش على انكم تفكروا، ما قادرينش على انكم تخرجوا من تلك القوقعة ديال نظام حضارات الجزائر والبروباغندا ديالو. فشاهد ايها البصبعي، هذا هو الواقع ديالك اللي انت عايش فيه، وما يمكنلكش على انك ترفض هذه الممارسات، وما يمكنلكش على انك تقول لا لهذه الممارسات، لانه غادي يعتبرك نظام حضارات الجزائر خائن ومندس وعميل الايادي الخارجيه. فيا اما تقبل ليه الرجل ديالو، يا اما تبوس ليه الرجل ديالو واليد ديالو، يا اما يعتبرك خائن وعميل الايادي الخارجيه، وبالتالي غادي يحكموا عليك ب 30 عام ويدخلوك تعذبوك في السجن الحراش. فيا ما صدعتم رؤوسنا بهذه الشعارات والخزعبلات ديال العبيد وتقبل الايادي وما الى ذلك، فسبحان الله علي العظيم اللي خرج لكم هذا الفيديو والذي انتشر على نطاق واسع، وانا صراحه ما قدرتش على انني نتكلم عليه في وقته حينما انتشر لانني كنت في الاقاليم الجنوبيه المغربيه، لكن غادي نتكلم عليه الان كما كل مره غادي تحلوا فمكم، غادي نجيب لكم هذا الفيديو وغادي نعاود نشر لكم هذا الفيديو باش تعلموا وباش تعيقوا شي شويه بالواقع اللي انتم عايشين فيه، بالمذله اللي انتم عايشين فيها واللي ما قادرينش انتم كجزائريين على انكم تهربوا منها. وغادي نذكركم في كل مره بهذا الفيديو وبفيديوهات اخرى خصوصا ديال تقبيل يد الرئيس الفرنسي بتلك الطريقه المذله، سواء ماكرون سواء ايمانويل ماكرون فجل حضاره الجزائر وذلك التجمهر اللي كان عليه بطريقه مذله، مسيو بريزيدون بغينا الفيزا الفيزا الفيزا، سواء حينما جاء الرئيس الفرنسي السابق هولاند اللي قبلته اليد ديالو، وذلك المشهد ما جال موثقا بالصوت والصوره. فبالتالي متابعينا الكرام، هذا هو الواقع ديالهم، هادشي فين عايشين، عايشين في الذل، عايشين في العبوديه، وما قادرينش يخرجوا من هذا الواقع اللي هما عايشين فيه. على داكشي كتلقاهم دائما كيحاولوا يصبونا بهذا الواقع اللي هما عايشين فيه. فبالتالي متابعينا الكرام، خليوا لي الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم حول هذه المذله وهذا المشهد المهين، ثم اراكم في فيديو قادم. رئيس المجلس الشعبي الملاحي عفوا. التمس يا سيد باهي بلاي وسيد رئيس المجلس الشعبي الملاحي. اكرمكم مجلس شعب سكرتنا عبد الله المتميز بالرحمن ولا ادفع. الف الف مبروك للغايه مع تمنياتنا لك بالتوفيق والسداد في حياتي ولا ادفع. اي رئيس المجلس الشعبي الملاحي عفوا. التمس يا سيد باهي بلاي وسيد رئيس المجلس الشعبي الملاحي. اكرمكم مجلس شعب سكرتنا عبد الله المتميز بالرحمن ولا ادفع. الف الف مبروك للغايه مع تمنياتنا لك بالتوفيق.